السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نموذجين بسم الله ما شاء الله، الخطيب المفوه والصوت الندي الجميل في التلاوة والإنشاد. تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة نتعرف عليهم. معي ومعكم النموذج الأول من أبنائنا المميزين في الخطابة، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، ابننا يوسف محمد مصطفى، نرحب به. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا يوسف. أهلا بك مولانا. منور يا عسل. بنورك بنور حضرتك والله. أتذكر وأنت معانا صغير كده في ثالثة ابتدائي؟ نعم. ما شاء الله. كنت مميز وما زلت حتى الآن، ربنا يحفظك. بارك الله فيك ويبارك في عمرك. الله يبارك فيك. كم تحفظ من القرآن؟ الحمد لله أحفظه كاملا. ما شاء الله. بفضل الله عز وجل. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن. اللهم آمين. فهم أهل الله وخاصة. اللهم آمين. وأما النموذج الثاني من أبنائنا المميزين أيضا في التلاوة والإنشاد بصوت الندي الجميل، ابننا همام فرج، نرحب به. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا همام. أهلا بك. ومنور يا عسل. نورك الله. أنت في سنة كام؟ سنة خمسة. خمسة؟ أزهر ولا تعليم عام؟ أزهر. أزهر إن شاء الله. وصلت لإيه في القرآن دلوقتي؟ يعني قربت تختم يعني. صوتك ضعيف النهاردة، في إيه؟ قربت تختم إن شاء الله؟ إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن بإذن الله. إن شاء الله. بقي لك تقريبا البقرة وآل عمران والنساء؟ أنا جبت من أول كل أعوذ برب الناس يعني لحد سورة يوسف. بعد كده بدأت من أول البقرة لحد سورة الأنعام. طيب همام بقى، عايزين الهمة العالية إن شاء الله ونختم عن قريب إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. نورتونا وشرفتونا، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. زي ما انتم شايفين كده مشاهدي الاكارم، وجوه يشع منها النور، فاسال الله تبارك وتعالى الذي انار وجوههم ان ينير قلوبهم وان يثبت قلوبهم على الحق الذي يرضيه، وان يبارك في جميع مشاهدي قناه الرحمه الفضائيه الطاهره المباركه. تعالوا بنا مشاهدي الاكارم نبدا اللقاء سريعا باذن الله رب العالمين. ولقاء اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى استكمالا لما قلناه في تنشئة الأولاد وتربيتهم، تنشئة الأولاد وتربيتهم على الإسلام. وبنتناول نقاط ذكرها علماء التربية، كيف نربي الأبناء عليها تربية إسلامية وننشئهم عليها أيضا تنشئة إسلامية، لأنها أمانة والجميع سيسأل عنها يوم القيامة، يوم أن تقف بين يديه سبحانه وتعالى مشددا عليك في السؤال قائلا: أعطيتك الذرية فعلى أي شيء ربيتهم؟ وحرمت غيرك، وربك سبحانه وتعالى عدل في قضائه وعطائه بين كل عباده، يهب لمن يشاء وبرضه يمنع عن من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فاللي ربنا رزقه بالذرية بنين وبنات أو بنات أو بنين فقط، هيسأل عن أولاده، ربتهم على إيه؟ كل راع مسؤول عن رعيته. فالله يبارك فيكم ويحفظكم بحفظه ويرعاكم جميعا برعايته. نربي أولادنا صح. ونربيهم صح إزاي؟ أول شيء الله يكرمك، ربيهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياته. يعني الولد يمشي في الشارع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويمشي في الجهل يمين. تاني يقوم الولد من النوم الصبح قبل كل شيء، يدخل حمام يتوضى يصلي فرضه، يقول أذكار الصباح والمساء، إن خرج يقول دعاء الخروج، إن قابل الناس يسلم على الناس بابتسامة جميلة وحلوة قوي وهديه في كده النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا من أجل ذلك بنربي أبنائنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكني بذكر لحضراتكم في كل لقاء نقطة أو نقطتين مما يسر الله به في ما قاله علماء التربية. ونقطتي اليوم إن شاء الله، الأولى هي، اسمع كده حضرتك وشوف علماء التربية بيقولوا إيه. بيقولوا للأباء والأمهات:
تجنبوا الشكوى المتكررة والتعب الدائم على الأبناء. تعرف حضرتك يعني إيه؟ هو كده النقطة لسه ما كملتهاش، ولكن الجزئية دي بالذات عايزين نقف معاها ولو يعني إيه وقفة بسيطة كده. تجنبوا الشكوى المتكررة والتعب الدائم على الأطفال. الطفل عاوز يشوف باباه ومامته أصحاء، كويسين، مبتسمين، مش شايلين الهم، مش يعني مش عارفين يواجهوا ظروف الحياة. لا، الأبناء مش عايزين يشوفوا الكلام ده مننا أبدا مطلقا. أنت وزوجتك براحتكم ومع بعض، لكن أمام الأبناء لا يمكن أبدا يعني تبين لابنك أن الدنيا صعبة جدا، وأن أنا مش قادر أواجه ظروف الحياة، وأن أنتوا يا أولادي يعني مش عارف أعمل لكم إيه. لا لا، مش كده أبدا نهائي. ولكن تجنب الشكوى، يعني ما تقولش أنا تعبان، أنا متضايق، أنا زهقان. أبدا، ابنك عايز يشوفك يعني فرحان مبسوط، عليك الفرح والسرور، وما تشيلوش هم حاجة أبدا، ولكن احمل هم تربية ابنك على الإسلام. على إيه؟ على الإسلام. يبقى الولد ماشي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما زال الكلام لعلماء التربية بيقولوا إيه؟ تجنبوا الشكوى المتكررة والتعب الدائم على الأطفال، وغيروا من أسلوب حياتكم. غيروا من أسلوب حياتكم إلى إيه؟ إلى الفرح والسرور والمرح أيضا، والقرب من الله سبحانه وتعالى، وناخد بإيدين الأولاد ونقربهم من ربنا سبحانه وتعالى، بأن نأمرهم بإيه؟ الحفاظ التام على الصلاة. اللفظ اللي يطلع من بقك يكون لفظ يعني يرضى عنه الله تبارك وتعالى ورسوله، ما يغضبش الله ولا رسوله، ولا السب واللعن والشتم مش أسلوبنا أبدا في التربية، وهكذا. يبقى أنت بتاخد ابنك صح كما قال علماء التربية، تجنب الشكوى الدائمة المتكررة والتعب الدائم على أولادك، وخد بإيديهم صح، وغيروا من أسلوب حياتكم إلى الأسلوب الأمثل النظيف الكويس اللي مفيش فيه يعني قهر وكبت وضرب الولد أو غير ذلك، إنما التوجيه بحب والتعامل بلطف مع الأبناء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم يا رب في أبنائكم وفي أهليكم، وأن يسعدكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة بطاعة الله تبارك وتعالى. مشاهدي الأكارم، تعالوا بنا نبدأ اللقاء مع أولى فقرات هذه الحلقة إن شاء الله لابننا يوسف محمد مصطفى. تحدثنا عن إيه يا يوسف إن شاء الله؟ بعون الله تعالى أحدثكم عن خطر الكلمة وآفة اللسان. خطور الكلمة وآفة اللسان بإذن الله. إحنا في أمس الحاجة إلى هذا يوسف. نعم إن شاء الله، أسأل الله القبول. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق الإنسان، علمه البيان، وحذره من آفات اللسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تفتح لقائلها أبواب الجنان، وتغلق عنه أبواب النيران، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا أشرف المرسلين محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أتحدث معكم اليوم عن عبادة من أعظم العبادات. أتحدث معكم اليوم عن عبادة من أعظم العبادات يجب علينا جميعا أن نفكر فيها، ألا وهي خطر الكلمة وآفات اللسان. أيها الأحبة في الله، بالكلمة يدخل الرجل في الإسلام، وبالكلمة يخرج الرجل من الإسلام، وبالكلمة تنال رضوان الله عز وجل، وبالكلمة تخرج من رحمة الله عز وجل. وهذا ما كثر في زماننا
نتكلم فيما نعلم وما لا نعلم، نغتاب هذا ونخوض في عرض هذا، والله عز وجل يقول: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي عليه أخي، صلى الله عليه وسلم، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. فالكلمة الطيبة تكسب صاحبها المحبة والعفو والغفران والرضوان، والكلمة السيئة تكسب صاحبها الشقاوة وغضب الرحمن. فكلامك مكتوب وقولك محسوب، وأنت يا هذا مطلوب، ولك ذنوب وما تتوب، فما أقسى قلبك من بين القلوب. فالله عز وجل أمرنا أن نحفظ ألسنتنا، فلا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فأمسك عليك لسانك أخي الحبيب، أمسك عليك لسانك أخي الحبيب، فاللسان يأتي يوم القيامة شاهدا عليك. ألم تسمع قول الله تعالى يوم تشهد عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ ألم يقول تعالى في كتابه العزيز: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون؟ اتق الله أيها المسلم، فاتق الله أي أخي الحبيب، ولا تجعل هذا اللسان سببا لتعذيب بقية جوانحك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، اتق الله فينا. فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ اسمع أخي الحبيب ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: النجاه، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. نعم، هذه النجاة. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجا؟ قال: من سلم المسلمون من ماذا؟ من لسانه ويده. نعم، قلنا النجاة، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وأيضا النجاة أيضا، النجاة أيضا أن تمسك عليك لسانك، وأن يسعك بيتك، وأن تبكي على خطيئتك. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه العبادة كثيرا منا يقع فيها، إن هذه الخطيئة عفوا، إن هذه الخطيئة كثيرا منا يقع فيها ويتهاون فيها. فيجب علينا جميعا أن نفكر فيما نتكلم قبل أن نتكلم. على هذه الكلمة
ترضي الله أم هي تخدم الله عز وجل؟ فالحذر كل الحذر من شطر هذا اللسان، الحذر كل الحذر من شطر هذا اللسان، وأن تحرص على استعماله في ماذا؟ في الشر؟ لا والله، أن تحرص على استعماله في الخير وفيما يرضي الله عز وجل. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني رجال هذه الأمة، الذي قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، صل عليه أخو الحبيب، ماذا قال له؟ قال: وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. كان أبو بكر يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيها الأحبة في الله، أريد أن أذكر نفسي أولا وإياكم من هذه الخطيئة العظيمة، ونحن كثيرا منا في هذا الزمان يقع في هذه الخطيئة. يجب علينا أن نحافظ على ألسنتنا، يجب علينا أن نفعلها في كل ما يرضي ربنا جل وعلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا يوسف، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويحفظك بحفظه ويرعاك برعايته، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدينا الأكارم، النقطة الثانية فيما قاله علماء التربية حتى نربي أبناءنا عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. يقول علماء التربية: اشكر طفلك على كل شيء يفعله يرضي الله. يعني إذا كان الولد بيتكلم كويس، وإذا كان بيقول، ده ربنا بيقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاشكره على ما قاله لأنه يوافق شرع الله، واشكره على كل كلمة جميلة يقولها، لكن لا تبالغ في مدح ذكاء الطفل أمامه، فإن كثرة مدح ذكاء الطفل أمامه تزيد من غبائه. إنما إيه؟ أنت ممتاز يا بني لأنك بتقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ممتاز وأحسنت صنعا لأنك بتتكلم بأسلوب راقي، أسلوب جميل، والسب واللعن مش على لسانك أبدا، وإحنا مش كده. لكن يبقى الولد بيقول كلام كويس، أعجب أشد العجب والله، وبعين رأيت وبأذني سمعت، ابني داخل على باباه بيقول له إيه؟ بص يا بابا، عمه قابلني في الطريق فقال لي: أنتوا ما عدتوش بتيجوا ليه زيارة؟ فقلت له: إن شاء الله هنجي لك عن قريب يا عم. وكلمته حلو، صحيح انتوا زعلانين مع بعض؟ يعني بيقول لي بابا كده: انت وعمي زعلانين مع بعض، بس احنا كابناء ما يعني مالناش ذنب، ما ينفعش ان انا ابقى زيك مثلا واكلم عمي باسلوب مش كويس، انتوا اخواته وهتطردوا في يوم من الايام، بس احنا لا. ابوه يقول له ايه؟ واللماضه اللي انت بتتكلم بيها دي، هو انا فرحان بيها؟ لا يا خيبتي. الاب بيقول عن نفسه كده: ابني مش نافع. وأنا بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. الأبناء بيحسنوا التصرف عن الآباء بالذات في موقف زي كده. أنت مشكلتك مع أخوك هتتحل عن قريب، أيوة، مهما طالت الأيام. لكن الأبناء نورثهم برضو نفس النظام عشان ينشأ الولد يكره أخوه اللي هو ابنك، ولادك الاتنين ليه؟ هي الظروف جت كده والأمور جت بالشكل ده، لكن المفروض تفخر بابنك وتقول له: ممتاز يا ابني، مالكوش دعوة بينا، احنا كأخوات يعني، ده عمك ان شاء الله احنا هنبقى كويسين مع بعض. لكن تفرح بابنك وتشكره على حسن تصرفه، لان تصرف يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما تقول له: ايه اللماضه والاسلوب البايخ اللي انت بتتكلم بيه ده؟ لا، ما ينفعش ابدا. فدايما اشكر طفلك على اي كلمة حلوة يقولها،
وأي طاعة يعملها أو يفعلها وأي نتيجة يحققها في الدراسة سواء كانت حلوة أو غير برضو قول له ربنا يبارك فيه، وهل من مزيد إن شاء الله. لكن خد بالك كثرة المبالغة في مدح ذكاء الطفل أمامه بالله العظيم تزيد من غبائه كما قال علماء التربية. تمام كده إن شاء الله. تعالوا بينا نسمع النموذج الثاني من أبنائنا ما شاء الله بصوت النادي الجميل، ابننا همام فرج. عايزين نسمع تلاوة إن شاء الله يا همام. إن شاء الله بإذن الله. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه ربنا ما وقال قرينه ربنا ما أطغيته وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال مبين قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخل عسل عسل يا همام، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك بحفظه ويرعاك برعايته، ما شاء الله يا همام. صوتك ندي وجميل، عايزك بقى ان شاء الله باذن الله يعني شهور بسيطه كده واسمع منك خبر جميل انك ختمت القران ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، يعني هو باقي حاجه بسيطه ان شاء الله. ان شاء الله، اسال الله ان يجعلك من اهل القران، امين يا رب. مشاهدي الاكارم، ابنائنا فلذات اكبادنا تمشي على الارض، دور كل أب وكل أم وكل معلم تحت إيده أولاد للتوجيه والتعليم والتربية إنه ينشأهم التنشئة الصحيحة ويوجههم على منهج الله واتباع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. تعالوا بنا نسمع ابننا يوسف إن شاء الله. يوسف محمد مصطفى، نعم. هل تستطيع أن تذكر لنا حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقوم بشرحه شرحا مبسطا ميسرا؟ نعم إن شاء الله. طيب عن أي شيء هذا الحديث؟ بإذن الله نتحدث عن دعائم الإسلام. عن دعائم الإسلام الخمسة، مش كده؟ إن شاء الله، نعم. طيب اذكر لنا المتن أولا إن شاء الله. حاضر. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. حديث رواه البخاري، نعم، ومسلم، نعم. عن دعائم الإسلام. طيب هسمع من همام منشودة بسيطة وبعدين أعود إليك في شرح هذا الحديث إن شاء الله، بس بإيجاز بإذن الله إن شاء الله. همام عايزين نسمع أنشودة بصوتك الجميل الندي. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا، ففي الناس أبدان وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صاف الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا، توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكون من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحر العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني لسان بناطقي، ففي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا، ففي الناس أبدان
وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صفيته لك قد صفيه إذا لم يكن صاف الوداد طبيعة فلا خير في الدين يجيء تكلفا. أحسنت يا همام، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب بحفظه. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في الوقت المتبقي إن شاء الله معنا دقيقة تقريبا أو دقيقة أو ما شابه ذلك، تقدر إن شاء الله تشرح لنا أركان الإسلام الخمسة شرحا موجزا في الدقيقة دي إن شاء الله؟ بإذن الله. فضل. قال الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، أي فمن أتى بهذا الخمس فقد تم إسلامه، كما أن البيت يتم بأركانه كذلك الإسلام يتم بأركانه. وقد ضرب الله عز وجل مثلا للمؤمنين والمنافقين، فماذا قال تعالى في كتابه العزيز؟ قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، الله أكبر، شبه بناء المؤمن بالذي وضع بنيانه على وسط طود أي جبل راسخ، وشبه بناء الكافر والعياذ بالله بالذي وضع بنيانه على طرف بحر جرف هار لا ثبات له، فأكلها الجرف فانهار بنيانه فوقع في البحر فغرق فدخل جهنم. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على أشرف المخلوقين محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسنت يا يوسف، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك. اللهم أمين. بسم الله ما شاء الله، زي ما أنتم شايفين، أسأل الله أنه يحفظهم ويرعاهم ويجعلهم زخر الإسلام والمسلمين. مشاهدي الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.